أحقر مخلوق في حياة الإنسان البعوضة، وضعت تحت مجهر إلكتروني، فإذا في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سناً، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. تملك البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، ترى الأشياء بالحرارة. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز تحليل دم، تملك جهاز تخدير، تملك جهاز تميع. في بخرطومة 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث بها جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجلها مخالب ومحاجم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أحقر مخلوق بحياة الإنسان، كل هذا في البعوض، وزنه 1 على 1000 من الغرام. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.